هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. أهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مستمرين معاكم لسه ببرنامجنا برنامج جوك، جو الغنمين جميعا، وبفقراتنا الرائعة وبصباحنا الرائع وبداية أسبوعنا الرائعة. طبعا أكيد مشاهدينا الأعزاء حيكون معنا ضيف عزيز على قلبي جدا، ضيف مبدع جدا وزميل لنا بموقع طقس العرب، زميلنا المتنبئ الجوي عمر الدجاني ومصور الطبيعة عمر الدجاني. راح ننتقل لهذا الفيديو نشاهده لعمر ونرجع نكمل مع عمر بالاستوديو، خليكم معنا. أعزائي المتابعين أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، اسمي عمر الدجاني، أنا من أحد مؤسسي موقع طقس العرب وبشتغل متنبئ جوي في موقع طقس العرب. بجانب شغلي عندي هواية اللي هي استكشاف وتصوير المناطق والمناظر الطبيعية داخل الأردن وأيضا دول الجوار. اللي بدي أحكيه في البداية أنه إحنا في الأردن محظوظين بالتضاريس اللي عنا وبالتنوع المناخي اللي عنا. زي ما بنعرف إحنا بالأردن على حافة مناخ البحر المتوسط وأيضا على حافة المناخ الصحراوي، عشان هيك عندنا مناظر متنوعة ما بين أراضي زراعية وغابات وديان حلوة بالشمال وأيضا الصحراء الموجودة بالجنوب، وأيضا مخزون كبير جدا لازم الكل يعرف قيمته من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية داخل مناطق المملكة. عشان نسهل على الناس إنها تعرف هاي الأماكن وتعرف معلومات عنها وتعرف كيف توصلها، عملنا احنا في طقس العرب خدمة اسميناها منصة موطني. هاي المنصة ايش راح نشوف فيها احنا ان شاء الله؟ راح نشوف فيها معلومات عن هاي المناطق اللي اغلب سكان المملكة بجهلوها، ويعني ما راح نشوف فيها زي ما نحكي البتراء او المناطق السياحية الاساسية، راح نشوف فيها مناطق ثانوية او فرعية او منسية من الناس او الناس ما بيعرفوا عنها، ونسلط الضوء عليها عشان نشجع السياحة الداخلية ونعرف الناس بهاي المناطق الحلوة اللي عندنا. مشاهدينا الأعزاء تحياتنا لكم، والآن صار معنا زميلنا المتنبئ الجوي ومصور الطبيعة يعني موقع طقس العرب. هو متنبئ جوي بموقع طقس العرب، مصور طبيعة على الفيسبوك، وكل الفيسبوك بشوف الأشياء اللطيفة والرائعة اللي يعني عم بصورها. جدا الواحد حلو يكون عنده هذا الانتماء للطبيعة وبفهم بموضوع الطبيعة، بفهم بموضوع الجغرافيا، عشان أنا ما أتوقع ممكن تطلع صور بهاي اللطافة وبهذا الجمال، وصور مستغرب معقول هاي الصورة مصورة من الأردن إلا ما يكون عنده معلومات جغرافية لطيفة ورائعة جدا. عمر صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا برنامج جوك. أهلا وسهلا فيك في طقس العرب حبيبي. أهلا وسهلا، أنا كثير مبسوط إني عم بشتغل معاكم، بلشنا معاكم رائعين مبدعين بشتى المجالات عمر، فيعني بقول لك الله يعطيك يعني ما شاء الله. أنا نادر ما أشوف حدا بالإنرجي هذا بفترة الصباح حبيبي، الله يعني تعطي للجماهير كلها هيك جرعة نشاط الصبح. عمر ما شاء الله كل فترة وفترة بتتحفنا بإشي لطيف، يعني عبر صفحتك على الفيسبوك ويعني عبر السوشيال ميديا، وصورك ما شاء الله بتنتشر بطريقة كثير كبيرة. احكي لنا عن هاي الهواية أو هذا الإشي اللي أنت بتحبه، بعيدا عن أنه أنت متنبئ جوي بطقس العرب، في عندك هواية انت تقريبا كل ويك اند بتطلع وبتزور هاي الاماكن، احكي لنا عنها اكثر. هاي الهوايه بلشت معي وانا صغير، انا كثير كنت احب المناظر الطبيعيه. حلو. بس تحديدا بسنه 2003. حلو. لان هالسنه اللي اخذت فيها الرخصه تمام، كانوا كل الشباب اصحابي اللي يروح على كوفي شوب، اللي يروح على مطعم، اللي يحب يطلع، انا لا كنت احب اطلع برا عمان. اوكي تمام. فبلشت استكشف مناطق وادي السير في البدايه، ابو سوس، بعدين اتطور مع الموضوع، استروع على السلط وما دبا، وصرت اكتشف انه الاردن كثير بتختلف على الاردن اللي بتنعرض على التلفزيون. صحيح. الاردن مليانه كنوز طبيعيه وتاريخيه، وتقريبا كل زاويه بتختلف عن الثانيه. الاردن بتختلف عن دول برا، التلال اللي فيها، التلال بتخلي كل خمس دقائق يبين معك منظر جديد. اوف. دول العالم اغلبها بكون الارض ستريت، تسوق خمس ست ساعات على نفس المنظر.
الأردن جد هذا الإشي اللي بيميزها، التلال والفرق الكبير بين الشتاء والصيف. بتحس إنه بلدين داخل نفس البلد. أوف. يعني صعب اللي بيجي على الأردن بشهر 7 يصدق إنها نفس الأردن اللي بشهر 3. صح، مختلف، في تنوع كثير، مختلف تماماً، كأنك جاي على بلد تاني. فأنت صح. اللي بيجي على الأردن، نحكي لضيوفنا، أنت بتيجي مرتين بالسنة، بتيجي كأنك على بلدين، يعني بلد بالصيف وبلد تاني بالشتاء. 100%. طيب عمر، بدنا ننتقل مع بعض نشوف هذا الفيديو، نعلق عليه مع بعض زي ما هو، يعني أو زي ما راح يطلع حاليا على الشاشة أمام المشاهدين وأمامنا هون على الشاشة. عمر، هذا الفيديو بدأ تحكي لنا من أي مكان مصور وإيش اللي ظاهر معانا حاليا على الجبل اللي قبالنا. هلأ الفيديو راح تشوفه طبعا مشاهدينا، هاي الفيديو راح يطلع معاكم. صباح الخير للجميع، معكم عمر الدجاني. احنا اليوم موجودين في عجلون بعد المنخفض الجوي اللي اجى، اجواء صافية جدا. بين معانا بوضوح جبل الشيخ الموجود بين سوريا ولبنان. الجميل في الموضوع على يمين جبل الشيخ لأول مرة أنا بشوف هدول مناطق داخل سوريا، اللي هم جبال القلمون ومناطق ريف دمشق، واسمها الجغرافي السلسلة الشرقية لجبال لبنان. شايفين هاي التلة؟ هاي التلة تلة بركانية موجودة بين درعا ومناطق دمشق. هدول الجبال، جبال ريف دمشق مغطي بالثلوج بعد المنخفض الماضي. أول مرة أنا بشوفهم من داخل الأردن. شايفين هاي جبل الشيخ وهاي جبال ريف دمشق. على يسار جبل الشيخ برضو مبين بشكل نادر السلسلة الغربية لجبال لبنان. هاي مناطق موجودة في جنوب لبنان، جبال جزين برضو مغطية بالثلج، ارتفاعها مش كثير عالي زي جبل الشيخ، يعني تقريبا 1800 متر، 1700-1800 بهالحدود. نكمل رحلتنا بالكاميرا، منشوف هاي قرية بعجلون، والجبل وراء هذا جبل الجرمق بفلسطين اللي هو أعلى جبل بفلسطين تاريخية، ارتفاعه 1200 متر، ما عليه ثلوج بالمرة. أيضا بنقدر نشوفهم قرى مناطق الناصرة. زي ما احنا شايفين، سامحونا اعتزاز الكاميرا بس الهواء كثير قوي اليوم. هاي هي قرى الناصرة، ومن بعدها بين معانا مدينة حيفا. زي ما احنا شايفين في جبل الدحي بفلسطين، من وراء مدينة حيفا. شايفين البنيات البيضاء هاي كلها تتابع على مدينة حيفا. هاي موقعنا احنا بالتصوير، احنا موجودين بالاردن بعجلون، وهي الجبال هيك بتبين بعين مجردة. هاي جبل الشيخ، هاي جبال ريف دمشق، وهاي جبال جنوب لبنان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اليوم سقت الصبح 100 كيلو بسرعة عشان اقدر الحق المناظر، لأنه نادر جدا يكون الجو بهالصفاء. يعني مشاهدينا الأعزاء، ما شاء الله على الفيديو اللي احنا شفناه عمر، يعني اشي جدا رائع صراحة. انا بس اللي بدي أسأله، انت جغرافيا كيف تقدر تحدد النقطة او المنطقة اللي انت بدك توقف فيها عشان يكون كل هذا الاشي اللي مطل قدامك وتجيبه بالكاميرا؟ تمام. هلأ في applications هندسية شوي، تمام، بتكبس على النقطة بالأردن وبين لك النظر لوين بوصل. أوكي. لو الجو صافي حلو. فأنا من زمان بعرف إنه في نقط من عجلون وإربد ممكن يوصل فيها مدى الرؤية لغاية جبال النبك والقلمون وريف دمشق. أوكي. من جهة، وبرضه جبال جزين وأيضا فلسطين، وحتى البحر المتوسط لو في ظروف معينة نادرة ممكن إنه يبين بعض مناطق عجلون. ايش الظروف اللي ممكن تكون الجوية النادر اللي يبين فيها؟ بده يكون تقريبا زي اللي صار امبارح، انه يجي منخفض اوكي وراه كتلة باردة مع مرتفع. تمام.
في معك مجال يوم يومين يصير هذا الشيء. تمام، فهذا بيكون الجو صافي تماما. بالضبط، ويكون برضه فيش تلوث لا بالأردن ولا بفلسطين. تمام، عارفين الأردن عطلة يوم الجمعة، صح؟ كان جمعة، كان ما في سيارات، نسبة الغازات، نسبة الحركة بإربد وحتى بدمشق، صح، كلها بتأثر على مدى الرؤية. طب عمر، شو شعورك وانت عم بتشاهد بالكاميرا هذا الاشي؟ في متعة معينة انت عم بتتعب؟ اول شعور هو ذوبان الحدود. اوكي، صحيح. اللي صح. بيشوف هالصورة بيكون عيب عليه، صح، يحكي سوري لبناني، صحيح، او اردني فلسطيني، صحيح، او سوري فلسطيني، او العكس. مية احنا كلياتنا اولاد ارض واحدة، صحيح. حتى لبعد، يعني لو بتروح لأي دول أوروبا إحنا كلنياتنا بني أدمين. طبعاً هاي الحدود إشي صانع البشر. صحيح، طبعاً 100%. يعني أنا معك ومعك إنه فيها متعة جداً رائعة. بدنا نحكي بس عن موضوع التقنيات، يعني الكاميرا اللي بتستخدمها والعدسة اللي بتستخدمها. الكاميرا اللي بستخدمها في متناول الجميع، يعني سعرها مو غالي، تقريباً بين 250 إلى 300 دينار. أوكي. كانون باور شوت اسمها. أوكي، تمام. عدسة واحدة، يعني استخدامها سهل جدا، وقدرتها عالية على الزوم، يعني بتضلك تعمل زوم بتشوف حتى الحفر اللي على القمر، حتى بعض الكواكب، يعني لو صحيح. تعرف وينها بيبين معك زحل المشتري. أوكي. فهذا اللي بيميزها قدرة كبيرة على الزوم. تعمل تقريب عالي جدا. طيب هلا احنا لو مثلا نحكي شفنا جبل الشيخ امامنا، كم كيلو تقريبا بكون ببعد على النظر، او كم كيلو بكون، يعني خلينا نحكي بالزوم، هذا كم كيلو بجيب اذا صح التعبير بشكل اخر؟ تقريبا ابعد نقطه ببين فيها جبل الشيخ حسب ما انا شفت. أوكي. هي منطقه ابو علنده بعمان. ابو علنده، وصار كان في لك صوره من ابو علنده، صحيح؟ نفس الظروف اللي صارت بشهر 4 السنه الماضيه او 5. تقريبا البعد الهوائي 180 كيلو. 180 كيلو البعد. جبال ريف دمشق والقلمون توصل أكثر، لحديت 200 كيلو. طبعا في ناس بالتعليقات لما أصور هالمناظر في منهم ما بيصدقوا، بصيروا يتخوتوا ويحكوا لي بالمرة صور لنا قبرص، أو بالمرة المحيط الهندي أو برج إيفل. بس هو واضح عندي بالبرنامج الهندسي ما بيبين أبعد من هيك، يعني جبال سوريا، جبال القلمون هدول تحديدا هم أبعد جسم بيبين على الأرض من الأردن. تمام، أبعد من هيك ما في. 100%. يعني طيب حلو، 100%. هلا انتقلنا شفنا الفيديو، رح ننتقل أنا وياك لبعض الصور اللي رح تطلع معانا على الشاشة. بدنا نشوف هاي الصور ونسألك عنها شو بتعني لك، أو شو قصتك مع هاي الصور اللي رح تطلع على الشاشة. الصورة الأولى صارت طالعة حاليا، هاي صورة أتوقع على جبل الشيخ عمر، صحيح؟ هذا تحديدا جبل الشيخ مع قلعة عجلون. جبل الشيخ مع قلعة عجلون، من وين صورتها هاي؟ هاي الصورة من شارع 60 بالسلط. من شارع 60 بالسلط. يعني دائما الناس بتروح عليه. أوف. يعني شارع شعبي كل العالم بتروح عليه وتعرف وينه، بتوقف فيه كل يوم خميس. لازم يكون الجو صافي جدا. طب اذا وقفت على نظري عمر راح اشوف هذا المنظر ولا لازم؟ انا لا انا انا بحكي لك كيف. هلا بس تكون واقف بشارع 60 قبالك فلسطين، على الجهة عيدك اليمين طلع فوق، اذا بتشوف قلعة عجلون هي على شكل تلة. طبعا. على قمتها إشي مدبب ببين. للي ما بيعرف إنه هالجبل الشيخ ممكن يفكرها غيمة. أوف. أو. أها. بيني كأنه غيمة عالية، بس إذا تعرف وينه خلص أول ما توصل جو. تضرب عليه الزوم. توصل لعشرة ستين بدون زوم، بعينك المجرد. بعينك المجرد. بصير توصل شارع 60 على السريع تشوف هل جبل الشيخ مبين أو لا. أوف. هاي الصورة ليش تعني لي كتير؟ لأنه تغلبت فيها أنا سكان عمان. طيب. ضليتني بشكل شبه يومي اشوف الجو مبين انه صافي. طيب. واروح على الصلت وما اشوفه. يعني حاولت كثير، حاولت 20 30 مره. أوف. اروح على هذا يبين قلعة عجلون فلسطين مبينه، جبل الشيخ ابدا مش مبين. نفس الاشي، اجى منخفض قطبي صب الثلج على جبل الشيخ، ثاني يوم الصبح سقت الصبحيات. طيب. على شارع 60 واخيرا لقيته. اخيرا كانه حدا عمل هايلايت على الجبل. انه هيو الثلج عليه، وكونه انه مع قلعه عجلون، يعني كانه اللي مصمم الشارع عارف ما شاء الله انه يعني الاينمنت شيء مش معقول. ما شاء الله. طيب راح نروح على الصوره اللي بعديها عمر، تحكي لنا قصتك مع هاي الصوره. هاي من اي مكان وين تم تصويرها؟ هي طلعت على هاي الصوره من سطح عندي على البيت. من سطح البيت. من سطح البيت. انا حلو. من سطح البيت يوميا. أوكي. بساعات المساء خصوصا بشوف ضواو القدس. تمام، ما شاء الله. اي منطقه ساكن انت؟ انا سكان يعني جهه مناطق مرج الحمام. مناطق مرج الحمام جنوب. حلو. غرب العاصمه عمان. حلو، تمام. من السطح عندي كل يوم بشوف ضواو القدس. اوكي. هلا بيجي ايام بالسنه انت عارفين الشمس موقع غروبها بتغير، بصير يمشي بيمشي. تمام.
فأنا يوميا بطلع تقريبا المغربيات أشوف شو المنظر، بحاول أصور بركي طلع معي إشي. بيومها كانت الشمس بتغيب بالضبط فوق القدس زي ما هو واضح تماما بالصورة بالزبط. ما شاء الله فقرص الشمس عملت عليه زوم بين أبراج القدس مع بنايات عمان. أوف. ما بعرف إذا في حدا بالعالم بيقدر يصور عاصمتين بنفس الإطار. صحيح. عاصمتين يعني صحيح. دوروا لأي عاصمتين بالعالم مستحيل بيكونوا بعاد عن بعض آلاف الكيلومترات، ما في أقرب من عمان على القدس. صحيح. هي عمان والقدس هي يعني بلد واحدة. صحيح أكيد. لدرجة إنهم مبينين بنفس الإطار يعني كانوا طالعين. صراحة رائع جدا عمر. أنا يعني وتزامن نفس الإشي مع مرور سرب طيور إذا مبين بال. صحيح. صورة. مبين بالصورة. يعني صراحة عمر شعور ممتع جدا، وأنا كمان بدي أستغل هذا الموضوع ووجه تحية لكل إخواننا اللي عم بتابعونا بفلسطين الحبيبة. فلسطين الحبيبة أكيد اللي عاصمتها يعني الأبدية القدس، وتحيات لكل كمان من القدس وكل أماكن الموجودة بفلسطين الحبيبة. راح نكمل استعراض الصور عمر والقصص مع الصور. هذا حصيني على ما أتوقع اللي راح يطلع. بالضبط. حصيني أو ثعلب. أو المسمى المحلي له حصين. بس هو نوع الثعلب الشائع في منطقتنا. أوكي. نوع من أنواع الثعلب الشائعة بمنطقتنا. هو الثعلب الشائع عندنا. حصيني. ثعلب. حلو. هو يعني ثعلب اسمه. أوكي. المحلي الحصيني. تمام. هذا الكائن ممكن تشوفه انت بالطبيعة بس صعب جدا انك تصوره لانه سريع سريع وبيخاف خجول. صح. خجول يعني مو زي الكلب او القطة. صح جدا. اول ما يشوفك بهرب على طول. صحيح. فنادر انك تصوره. أوكي. كنت دائما اشوفه والكاميرا مش معي، فهذا الكائن تحديدا علمني تكون الكاميرا معي دائما. اوف. وين ما تروح ممكن تشوف حصيني فخلي معك كاميرا. هذا الدرس اللي تعلمته منه. بس كيف لقطه ثابت عمر؟ ما هو عشان هيك هلا اي حدا بشوف حصين الصبح بده يفكر ليش هو طالع الصبح. هو طالع بده يشرب مي. يشرب مي. اه. وبده ياكل. حلو تمام. فانت اذا عرفت وين بده يشرب مي. مي. اها. أوكي. ممكن تصوره. فانت توقعت وين بده يشرب مي. بالضبط. اه. كان في نافوره هناك. تمام. بالمنطقه اللي انا صورت فيها. اوكي. وهو بيجي على النافوره هاي بخل عن طريق الخلسه بتحسه. تمام. يعني بيجي. آه. شوي شوي وبيشرب من النافوره بيعرف. فانا كنت بستناه. أوكي. قاعد. حلو. ولقطته باللقطة هاي يعني أكثر من مرة. صار هو زي صديق يتعود على الصور صار يعطيني بوزات وصار. طب يعني خلص صار بالنسبة لإلك إذا شافك طبيعي ما يخاف. لا لا. آه. بضله بس بدك تضلك أنت. آه. بعيد عنه عشان تأخذ الصورة. في إشي منتشر عنه إنه حيوان مفترس. أوكي. بيبين. هو الفكرة اللي أخذتها عنه إنه أكثر كائن خجول. تمام. بيفترس الطيور الصغيرة والفيران. صح. حلو 100%. بس ما بهجم على البني. آه. آدم أبدا. طب عمر سؤال، هاي الصورة وين التقطتها للحصيني؟ وين؟ انا بفضل ما احكي. اه جد. اه لانه. آه. من المستمعين في نسبه ولو قليله ممكن. أوكي. يكونوا بدهم يصيدوا. اه اوكي. كائنات هاي او يأذوها، وهي كائنات نادره واحنا اصلا. صحيح. البشر عمالنا بناخذ موطنها. صحيح. يعني كل ما نبني بمنطقه جديده بعمان الحصانيات عمالها بتبعد. صح. فانا بذكر المكان بشكل عام. يعني هي داخل محافظه عمان. داخل محافظه عمان. آه. داخل العاصمه. واللي بده يصيد يدبر حاله يدور عليه. والله دائما اشوف حصان يطلع علي ترى. هو. آه. هلا في ظاهره جديده عم بتصير اسمها اربن فوكسز. اوكي. يعني صار اكثر في مدينه بالعالم الثعلب عم بيحاول يسوي حاله كلب او بزه. اه اوكي. يصير يطلع قدام الناس وياكل من عند الحاويه عشان الناس تعود عليه وما تطخه. اوكي. صار يتكيف مع هذا شوي. اه شوي. فهاي الظاهره شوي عم نشوفها بعمان، في كثير ناس عم بتشوفها بحي الجامعه بمرج الحمام. صح. صح. اوكي ممتاز. طيب هلا في صوره بعديها حنشوفها عمر، صوره جدا رائعه اتوقع. يعني هاي وين بالضبط صوره؟ هذا سد الملك طلال. سد الملك طلال. اه حلو. سد الملك طلال في بعض الطرقات الفرعيه اللي بتوصل عليه او بتوصل على تلال مطله منه. والله عمر فخم. اه بيوم. آه. 23/9 22/23/9 تحديدا، هذا يوم مميز كثير. اوكي. بكون يوم الاعتدال الخريفي، فبكون. طبعا. الغروب بالغرب بالضبط. فانت اذا بتوقف بمحاذاة سد ملك طلال اشعه الشمس بتعكس على المي بالضبط. واو. فانا يومي يعني سنويا بهذاك التاريخ خطط لها يعني. ما هي هي. اذا انت معرفتك الجغرافيه والتقصيه بتساعدك بالتصوير والقصص هاي. صح ما شاء الله عليك. يعني والحلو عمر انه فعلا انت استغليت معرفتك الجغرافيه واستغليت هاي المعلومات، استغليت موضوع الطقس لانه خلاص انت متابع جوي فعارف انه بهذا التاريخ مثلا حيكون في جو صافي فحوقف انا بالنقطه هاي واصور هذا التصوير. يعني والله عمر لازم ليوم انا ارافقك بدك توعدني على الهواء قدام المشاهدين. بوعدك.
هذاك ان شاء الله اترافق انا وياك وبلكي حاولنا انه هيك نطلع صوره لطيفه من الصور او زي الصور هاي اللي بنشوفها. ما شاء الله عليك عمر. وين ممكن الناس يتابعوك عمر ويشوفوا هاي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيك؟ انا عندي صفحه اسمها عمر دجاني فوتوغرافي. اوكي مكتوبه حاليا هي طالعه حاليا للناس على الشاشه عندنا على الهواء مباشره. حلو ادعو الناس يتابعوني يعني جو الصفحه حلو. لا ما شاء الله تستحق عمر المتابعه. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك رب. نرجع شوي او نروح شوي لموضوع الطقس والتنبؤ الجوي. من متى انت بتمارس خلينا نحكي هاي المهنه او هذا الاهتمام او هاي الهوايه؟ انا هي هاي الهوايات مع بعض. حلو. كلها بلشت طبيعه وطقس وفلك من انا صغير. تمام حلو. يعني كانوا الناس الاطفال اللي بعمري اغلبهم يحكوا بس اكبر بدي اطلع دكتور او شرطي او طبعاً. غيره لاعب كرة قدم. اوكي انت شو كنت؟ انا كنت احكي بدي اطلع متنبئ جوي. كنت اشوف جمال الموسى الله يعطيه طول العمر. الله يعطيه طول العمر. تحديدا هو كنت احب اتابعه. حلو. وكنت ايش اتمنى يعني يسالني ابويا وامي شو حاب تطلع بس تكبر. اقول لهم بدي اصير متنبئ جوي. خلص يعني عارف شو بدك من انت. انا حلو. ما كنت عارف ان الامور حتقودني فعلا اني اصير متنبئ جوي بس الحمد لله انا من الناس القلال بالعالم كنت اتمنى متنبئ جوي. الحمد لله ممتاز. كل بحب هاي الشغله من انا طفل يعني. يا رب عمر كل التوفيق ان شاء الله يا رب. دائما هذا الابداع اللي شفناه وجزء بسيط من الابداع اللي شفناه على الشاشه. انا بدعو الكل يفوت على صفحه عمر الخاصه بالصور هي موجوده على شاشتنا وشوفوا هاي صور جدا رائعه. بدي اشكر وجودك عمر معانا. يسعد صباحك ونورت حبيبي. تسلم. شكرا لك كثير حبيبي. اذا مشاهدينا الاعزاء كان معانا الزميل المتنبئ الجوي ومصور الطبيعه وشفنا هاي الصور الرائعه اخونا وصديقنا عمر الدجاني. راح نطلع معاكم على فاصل نرجع ونكمل معاكم. خليكم معنا. حظك مش معك؟ مع عروض 404 المصممة بس لإلك مو محتاج حظ. اتصل على نجمة 404 مربع أو حمل تطبيق أمنية واختار العرض اللي بناسبك. أمنية انتمي. احنا هون بكريم هايبر ماركت، المكان اللي رح تشعروا فيه بمعنى متعة التسوق، لأنه القائمين على شركة كريم هايبر ماركت محترفين في تلبية جميع حاجات المستهلك من خلال توفير كل اللي بيلزمهم وبأسعار منافسة وبأفضل جودة وأرقى خدمة. إحنا كريم وأنت بتستاهل. ماما يوسف. العملاق مش كل من نظف عملاق. هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، منصة أبواب التعليمية.